بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وإخواتي وحبايبي، الناس الطيبة في كل مكان، ناسنا وإخواتنا في كل مصر المحروسة، أهلنا وحبايبنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورنا في أولى حلقاتنا برنامج الناس الطيبة. برنامج الناس الطيبة برنامج واحد مننا، المجتمع المصري كله الناس الطيبة، الأرض الطيبة، أرضنا الطيبة، أرضنا الجميلة، بناسنا وأهلنا وحبايبنا الطيبة، واخدينها من الناس الطيبة. عايزين نقول لكل حبايبنا في كل مكان، في الدلتا، في الصعيد، أهلنا في كل مكان، أنتم ناسنا الطيبة اللي احنا حابين نكون معاكم دايما، وإن شاء الله نكون ضيوف عزاز على حضراتكم في أولى حلقات برنامجنا الناس الطيبة. يقول حق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. أهلا بناسنا الطيبة، ناسنا الطيبة برنامجنا هينزل، مش قعدة مكاتب ولا قعدة في استوديو، لا، احنا عايزين ننزل لكل ناسنا الطيبة، ننزل نقول لهم ان احنا معاكم فلاحينا، الست المصرية الريفية الجميلة، أمنا، أختنا، في كل مكان نشتغل، نشتغل في كل مكان، ونقول لكم ان احنا معاكم وننزل ونشتغل. ان احنا لابد نهتم بالفلاح المصري وبقطاع كبير قوي اللي هو فلاحنا المصري اللي تربينا عليه، اهلنا اللي ربونا، اهلنا اللي احنا نعرف قيمة ارضنا، اهلنا ان احنا ننزل لهم وان احنا نقول لهم ان احنا معاكم في كل ربوع مصر المحروسة وفي كل مناطق مصر كلها، سواء من الصعيد للدلتا، لكل اهلنا في اسوان ومطروح واهلي في البحيرة، وفي كل مكان معاكم الناس الطيبة في خدمتكم، وبأي حلول لأي مشاكل لناسنا على الأرض لازم ننزل ونشتغل في برنامجنا الناس الطيبة. أهلا ومرحبا بكم. معايا ضيفي الكريمي العزاز عليا جدا، الحاج عبد الهادي خليل رئيس لجنة فض المنازعات بالنقابة العامة للفلاحين ومرشح مجلس النواب بالمنوفية. أهلا يا حاج عبد. أهلا بك يا أحمد، شرفت الدنيا ونورت. الكاتب والصحفي والإعلامي المميز الأستاذ يسر عبيد بالمصري اليوم، شرفتنا يا استاذ يوسف. اهلا بيك، نورت الدنيا. يا اهلا وسهلا يا حاج عبد الهادي. طبعا احنا بنلمس قطاع عريض جدا من المجتمع المصري اللي هم اهلنا وناسنا الطيبين، فاحنا عاملين لهم برنامج ان شاء الله يكون معاهم في كل مكان، برنامج الناس الطيبه. فحضرتك كان ليك نشاط ملحوظ جدا في نقابه الفلاحين او على الارض مع اهلك وناسك، فاحنا عايزين نسلط الضوء على اهم ما يواجه الفلاح المصري من مشاكل، وان احنا ممكن نحلها ازاي، وبرنامجنا هيكون ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه البرنامج المحترم والناس القائمين عليه، انا برحب، وبمناسبه السيد الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، انا من نفس المكان بنقول له كل مليون سنه وانت طيب، بمناسبه عيد ميلاد السيد الرئيس. وبرضه من نفس المكان أنا برحب بكل إخواتي المحترمين أهالي وكرة مركز أشمون اللي أنا منهم، وبالذات أهالي قريتي المحترمين اللي شرفوني في انتخاباتي، أهالي قرية شطنوف، شباب والمرأة والكبار والصغيرين، أنا بشكركم من نفس المكان لكل إنسان اجتهد معايا وقدم خدمة لأهالي كريتي. ضربوا معاك أروع الأمثلة يا حاج عبد، عشان هم عارفين قيمة الجلبية وقيمة ابنهم اللي هيقف جنبهم. أنا من نفس المكان بقدم شكر لأهالي قريتي وأهالي مركز أشمون بالكامل، هم أنجزوا وأدوا أداء عالي جدا، ويعتبر القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية هي طلعت ورا ابنها وأدت أداء عالي قوي، وانتخبت ابنها وقالوا إحنا عايزين ابننا اللي بيخدمنا في أراضينا ومشاكلنا بخصوص الفلاح المصري البسيط أو المواطن المصري البسيط. لو عنده مشكلة فبيلجأ لابنه اللي هو حاسس بيه، هيخبط وبيقوم يصحى في أي وقت، صح، وينزل معاه الشارع ويشارك مع كل الناس الطيبين ويحل مشاكلهم على أرض الواقع. بداية هو برنامج عظيم قوي وبرنامج محترم، واللي بيقدمه شخصية أنا أعرفها من فترة طويلة، راجل كان بيشارك معانا في النقابة العامة للفلاحين في كل المشاكل على أرض الواقع، وعشت معاه فترة طويلة، ونزلنا للفلاح المصري في المنيا
ونزلنا له في اقصى بلاد الصعيد، ونزلنا في اراضي المنوفيه والبحيره، وشاركنا مع كل مزارع بسيط، وحسينا بالمواطن. ده شرف ليا يا حاج عبد الهادي والله، عنده مشكله، شرف ليا جدا. برنامج محترم، وده انا يعتبر شرف ليا، ربنا يخليك، ان تبقى اول حلقه في البرنامج مع احمد دي. ربنا يخليك، هي من خلال ما يعتبر مشاكل المزارع البسيط او الفلاح المصري. انا اتمنى يا حاج عبد الهادي ان انا اشوفك في المكان المناسب ده، لان انت فعلا هتدي فيه. استاذ يسري حضرتك منورنا ومشرفنا، الكاتب والصحفي استاذ يسري عبيد بالمصري اليوم. يعني رؤيه حضرتك، انت شاب من شباب ولادنا الارياف الاصله، اللي هو دايما انا بقول ان الشباب واخواتنا واهلنا في كل مكان هم دول اللي في الدوله، يعني هم دول اللي بيكافحوا وبيشتغلوا في كلهم في مجاله، وكل مصر المحروسه وولادها. فانا هسال حضرتك يعني اتجاه الاعلام الفتره الجايه، او اللي احنا نقدر نقدم ايه لاهلنا وناسنا الطيبين. انا بقدم التهنئه طبعا لاسره البرنامج على البرنامج الطيب دوت، واول حلقه من البرنامج، وسعيد بوجودي مع الحاج عبد الهادي عضو مجلس مرشح ان شاء الله باذن الله، عضو مجلس النواب، ومع استاذ احمد. وبقول طبعا الاعلام عليه مسؤوليه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه والفتره اللي جايه ان شاء الله، ان هو بالنسبه للفلاحين وبالنسبه لاهلنا في الريف، ان هو لازم يسلط دايما الضوء على مشاكلهم، ويحاول يعمل تواصل ما بين اهالينا في الريف واهالينا في الفلاحين، واي مشاكل خاصه بهم يوصلها للساده المسؤولين، ويبحث لهم دايما عن حلول. الفلاح مشاكله كتيره، خاصه الفتره اللي موجوده ديت. الارض الزراعيه الموجوده دلوقتي سواء في الريف او سواء الاراضي اللي بيتم استصلاحها في الاراضي الصحراويه، كل ديت محتاجه جهد كبير جدا. عندنا 1.5 مليون فدان، المشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاضافه لمشروع الصوب الزراعيه 100,000 صوبه زراعيه، اللي خلت لنا دلوقتي الخضار والفاكهه بيبقوا موجودين طول السنه، وحافظت على استقرار الاسعار خلال الفتره اللي فاتت. بالاضافه طبعا ان صادرات مصر زادت جدا خلال الفتره اللي فاتت. كورونا اثرت على العالم كله، ولكن مصر كانت من اوائل الدول اللي زادت صادراتها الزراعيه. أيوة. خلال الفتره اللي فاتت، ورفعت الانتاجيه بشكل كبير جدا. وزودت الدخل القومي من العمله الصعبه الدولار. كل المشاريع اعتقد الفتره اللي فاتت الزراعيه دي من دلوقتي بنشوف ثمرتها، وبنشوف الناتج بتاعها على الاقتصاد المصري. الفلاح اعتقد انه ليه مسؤوليه كبيره جدا، ان هو دايما يعرف تماما ان هو الزراعه هي الاساس. هو طبعا الزراعه هي الاساس. فتره النضوج في مصر في ايام الملكيه اللي الناس كلها كانت بتحكي بيها، كان اساسها هو الزراعه. القطن المصري كان الاول على العالم، وغيره وغيره وغيره. طبعا ان شاء الله في حلقاتنا احنا عايزين ننزل لكل المجالات دي، وهنشتغل ان احنا عندنا طبعا مشاكل، احنا هنبص على النماذج اللي هي النماذج الكويسه، الحاجه اللي هي ممكن تفرحنا، وندخل على المشاكل النماذج الكويسه ونشتغل عليها، والمشاكل بتاعتنا ونحاول نقاومها، ونخبط على باب المسؤولين ونشتغل على بابهم عشان نحل مشاكل اهلنا في كل القطاعات ان شاء الله يا حاج عبد الهادي. ان شاء الله وبامر الله باذنه ننزل لكل ناسنا ونشتغل على كده. فاحنا ان شاء الله بامر الله باذنه الفتره الجايه ديت احنا مش هنقعد، احنا عاملين كل هدف، حتى الشباب بتوع البرنامج وكل ناسنا الموجودين معانا، عايزين ننزلوا على الارض نحل، نخبط على كل مكان في مشكله ونحلها ونشتغل عليها ونقدم حلولها، ونقدم النموذج الكويس والحاجة الكويس. طبعا يا حاج عبد الهادي انا محتاج بقى استفيض مع حضرتك شوية في ان انت طبعا راجل رئيس لجنة فض المنازعات، ازاي الدور اللي بتقوم بيه مع اهلنا في مشاكلنا في حياتنا اليومية، واللي انت اشتغلت عليه مع ناسك عشان توصل ان شاء الله بامر الله باذنه تبقى صوت الناس الغلابة، وصوت الناس الطيبة، وصوت اهل بلدك المحترمين اللي وقفوا وراك. وانا شفت مثل محترم والله، انا باشهد ان انا شفت اهل شطنوف واهل البلد عند الحاج عبد الهادي عاملين حاله مش طبيعيه، حد فرحان بابنه وعايز يوصله. فنتكلم على الموضوع ده شويه يا حاج عبد الهادي. بمناسبه الوقوف جنب الفلاح المصري او المزارع البسيط، هي بدايه حياتي في قريتي. نشات في قريه شطنوف. اتربيت في بيت والدي شيخ البلد، كان بمثابة العمدة. اتعلمت منه الجلسات العرفية، أحل المشاكل في وسط المزارع البسيط. طيب أنا هستأذنك، احنا معانا اتصال بقى، حد من حبايبك وحبايبنا، معالي النقيب المحترم نقيب فلاحين مصر الحاج محمد العقاري، الراجل الوطني اللي فعلا اشتغل بصدق
واشتغلنا على الارض بصدق وواقع. الراجل اللي جرى وما تاخرش لحظه وشركاء في كل النجاح وبيكبر بكل الناس وبيشتغل. فانا برحب بسياده النقيب الحاج محمد العقاري، منورني يا حبيبي. اهلا اهلا بيك سياده النائب. حبيبي حبيبي يا معالي النقيب. اولا الف الف مبروك على البرنامج الطيب الجميل اللي فعلا ده اللي هيحقق على الارض اتساع واستشار لتذليل وحل مشاكل قطاع كبير من اهالينا وابهاتنا واخواتنا اللي احنا دايما بنحلم ان نكون نقدر نحقق لهم شيء على ارض الواقع مع القياده الحكيمه في مصرنا الحبيبه ان شاء الله. يا رب. معايا الحاج عبد الهادي خليل رئيس لجنه طرد المنازعات والمرشح بمجلس النواب. يا ريس حبيبي ده مرشح النقابه كلها طبعا محمد بيه كلنا بندعمه. اولا مساء الخير يا حاج عبد الهادي. محمد باشا معالي النقيب الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك ويبارك لك. نقيب مصر اللي دايما حامل هموم كل الفلاحين والمزارعين البسطاء، واحنا شرف لنا ان احنا ننتمي لنقابه الفلاحين ويكون انت النقيب العام على الجمهوريه إن شاء الله. محمد بيه العكاري احنا اللي بنتشرف فيك، واحنا لما فكرنا نمسك لجنه فض المنزعات فكرنا نمسكها الراجل محترم راجل باختيار النقابه كلها، وكان لنا الشكر كمان للسيد النائب الادريسي يكون نائب لك، الراجل الفاضل على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيحل مشاكل الناس والنزعات. فلما يكون نائب للحاج عبد الهادي باختيار النقابه هو واخرين طبعا، وانت لك مقرات في جميع المحافظات يا حاج عبد الهادي. الله يخليك يا حبيبي. واحنا بنقول وبنقول للدوله ان ده مرشح النقابه، يمكن انت والحاج حسن عبد الوهاب نتمنى ان تكونوا انتوا داخل مجلس النواب لطرحوا مشاكل فلاحينا على مستوى الجمهوريه، فكل الدعم لك مش عشان بس ده على مستوى الجمهوريه كلها بندعمك يا حاج عبد الهادي، وان شاء الله باذن الله نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله هنشوفك نائب في البرلمان يا رب. ونشوف البرنامج الناجح ده الانطلاقه الجميله ديت ان شاء الله خير باذن الله. يا سياده النقيب. نعم حبيبي. انا بنتهز الفرصه بقى يا باشا، انا هتعبك معايا في برنامج كتير قوي. يعني انا عارف ان احنا انت ما بتتاخرش تمام، وعمرك ما تاخرت عن حاجه ولا ايد المساعده معانا اطلاقا، بس انا بسالك بقى يا باشا العقبات والامور دي كلها عايزين ننزل وهنستعين بحضرتك دايما فيها بحيث ان احنا نوصلها للمسؤولين ونشتغل عليها يا ريس. احنا تحت امرك، واحنا مرارا وتكرارا في القنوات والجرايد نشدنا القياده السياسيه الحكيمه، وكانت برضه تقف اول ما بدات معانا في شيل الفوائد للبنوك للفلاحين في الاسعار كنا بنتدخل، وكنا بنقول احنا كنقابه احنا بنطرح الرؤيه وبنوضع المشكله بحلها. صح. ليس انتقاد من اجل ان احنا يعني نحمل الدوله مسؤوليه اكثر من اللازم، لا، روح التعاون بيننا وبين الدوله كانت موجوده. صح. احنا بنحط المشكله بحلولها، بنحاول نوضح الرؤيه للدوله، والدوله ان شاء الله هتاخد بايد كل مشكله احنا بنطرحها بس بالطريقه المحترمه اللي يكون احنا عندنا الحلول لها. وانت خير الناس يا استاذ احمد في برنامجك ده، نامل باذن الله ان يكون فعلا هو ده صوت الفلاح من خلال برنامجك الموفق ان شاء الله حبيبي، اللي ان شاء الله باذن الله انا بتمنى له النجاح، وانت فعلا ان شاء الله تستاهل كل خير. ربنا يخليك يا محمد، لك الخير باذن الله استاذ احمد، وانا معاك حبيبي اي مشاكل للفلاحين باذن الله. ده انت شرف لنا كلنا يا سياده النقيب. الحاج عبد الهادي عايز يوجه لحضرتك كلمه يا ريس. يا معالي النقيب. طبعا يا معالي النقيب. اتفضل يا حبيبي. هو شرف ليا ان انا اكون بنتمي لنقابه الفلاحين، لان انا ابن فلاح بسيط في قريتي، وشرف ليا ان انا امسك لجنه فض المنازعات على الجمهوريه ويكون النائب بتاعي الشيخ سيد الادريسي، وشرف ليا يكون النقيب هو النقيب العام على الجمهوريه. ولكن الفتره اللي جايه عايزين نشتغل، انا موجود في ان شاء الله وبامل من ربنا اكون في مجلس النواب واكون خادم للمزارع البسيط واكون خادم للنقابه العامه للفلاحين، وعايز معالي النقيب وكل المجموعه اللي هي موجوده في النقابه العامه للفلاحين عايزين ننزل على ارض الواقع نحل بعض المشاكل مع الفلاحين ونوصل صوت الفلاح البسيط في مشاكله طبعاً على ارض الواقع للساده المسؤولين على مستوى الجمهوريه مش على مستوى مركز اشمون بس، لان معالي النقيب هو النقيب العام على الجمهوريه ورئيس لجنة فض المنازعات يعتبر على الجمهورية مش على مركز أشمون. ولكن أهالي مركز أشمون يا معالي النقيب محتاجين منك بعض النزول على أرض الواقع وحل المشاكل على أرض الواقع الفترة اللي جاية،
لاني اشمون ده شرف لي ان اكون بنتمي لمركز اشمون واكون ابن قريه شطنوف. وانت نزلت القريه وشفت اهلها من اطيب الناس اللي موجودين على ارض الواقع، محتاجين شغل على ارض الواقع يا معالي النقيب الفتره اللي جايه، ويا ريت يا ريت نبقى على ارض الواقع على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. واحنا بنعرف هدف كبير جدا مع النقابه العامه للفلاحين. احنا عندنا يا حاج عبد الهادي بننزل دايما، فسياده النقيب ما بيتاخرش، بس احنا نكثف شويه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، الظروف والامور كانت الفتره اللي فاتت، ويكون لنا نصيب انا والحاج حسن يبقى يكون اثنين نواب في مجلس النواب الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونكون بنعاون النقابه في بعض المشاكل يا معالي النقيب. انا بقول لمركز اشمون وشطنوف بالاخص، اقفوا جنب ابنكم، اقعدوا اتفرطوا فيه، لان انا بشكركم ان انتوا طلعتوا ابن فلاح مثقف على درجه واعيه جدا. شكرا ليك يا معلم. وده اللي يقدر يحل مشاكل الفلاح وياخد بايدينا وياخد بايد النقابه. واحنا بنقول للدوله احنا قدمنا مرشحين عندنا دول اولاد النقابه، ان شاء الله ربنا هياخد بايديهم. فانا باكد تاني على اشمون وشطنوف، تكونوا في ظهر ابنكم واحنا كلنا في ظهره، لا ده هيكون ممثل للنقابه العامه للفلاحين يا سياده النقيب، العقبات كتير للدوله ان شاء الله والفلاحين ان شاء الله باذن الله. يا سياده النقيب حبيبي يا احمد بيه، معايا الاستاذ يسري عبيد الكاتب والصحفي بيوجه لحضرتك رساله كده وتحيه من عندنا اهو. ده الصحافه دي طبعا السلطه الرابعه، ده احنا بنحترمها وبنجلها لان هم صوتنا وهم اللي هيكونوا برضو وسيله اتصال بيننا وبين الدوله. واحنا طبعا بنحترم الصحافه وبنقول له خد بالك من الفلاحين يا استاذ يسري، اوعى تفرط فيهم وشوف مقاراتك كده منوره بالنسبه للفلاح المصري. وانا بوجه التحيه ليك يا حاج محمد، وبطالبك وبطالب النقابه العامه للفلاحين انها دايما تتواصل مع الفلاحين وتحاول تحل اي مشكله. الفلاح هو الاساس عندنا في الجمهوريه، هو اساس الدخل القومي، وبطالب النقابه ان هي دايما يكون لها تواصل مع الصحافه، وانها دايما تحاول تحل اي مشكله الصحافه بتسلط الضوء عليها، لان ده دور نقابه الفلاحين ودور نقابه النقباء الفرعيين. وبحييك يا حاج محمد وبشكر الصحافه المحترمه، وانت ابن مصر، وبوجه التحيه لك وللصحافه وللجهه التنفيذيه وللجهه الحكوميه. ولا ننسى كمان ان احنا نقول لفخامه الرئيس شير على بركه الله، فلاحين مصر ولا منك شير على بركه الله، لان احنا طفنا جمهوريه مصر العربيه. عيد ميلاد عيد التدعيم سياده الرئيس في الدستور وفي الرئاسه، وكان فلاحين مصر لهم دور كبير جدا في اختيار برضه ودعم فخامه الرئيس. وان شاء الله باذن الله يكون لنا ممثلين لدعم المنظومه على مستوى الجمهوريه باذن الله. شكرا سياده النقيب، وعيد ميلاد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، نقول له كل سنه وانت طيب من خلالك يا ريس. كل سنه وهو طيب ومصر عامره وبخير وان شاء الله للامام باذن الله. واحنا شايفين تقدم واسع، كل سنه انت طيب سعاده الرئيس، لان احنا اللي اخترناك واحنا اللي طالبنا بنزولك، واحنا اللي هنتم مصممين تكون رايه بيضاء للجميع وفخر للعرب كلها باذن الله. وبنشكر سعادتك سياده النقيب، وده شرف لنا جدا، ودعمك في اول لقاءاتنا واول حلقاتنا ان شاء الله بخير ومع بعض وبسلام، ودايما منورين الدنيا كلها معايا واهلي الطيبين وناسنا الطيبين. يا حاج عبد الهادي نرجع لموضوعنا تاني ونكمل مسيرتنا مع ازمات الفلاح وازاي تجاوزناها، وكان عندنا شويه حلول في فتره من فترات ان احنا اشتغلنا، وعايزين نتكلم فيها شويه عن القطاع الزراعي، يعني اللي هو ممكن مشاكلنا في المبيدات في الاسماك، كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها ديت. تمام، نبين وجهة نظرنا برضو لأهلنا وناسنا عشان يبقوا عارفين الخطوات اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. هو بداية موضوع مشاكل الفلاح المزارع البسيط اللي هو بيزرع في الأرض اللي هي وسط الدلتا، الأرض الطينية السمراء، بيقابلوا بعض المشاكل، مشاكل على موضوع الأسمدة وموضوع المبيدات، وبعض المشاكل في موضوع الترع اللي هي المصارف اللي بتوصل المية من بداية الترعة لنهاية المشروع بتاعه أو نهاية الترعة. تمام. موضوع المياه هي وموضوع صرف الكيماويات من الجامعات الزراعية كانت بتقابلنا مشاكل كتيرة جدا على أرض الواقع. كنت بصفتي أن أنا موجود داخل القرية كنت بتواجد مع السيد مدير الجامعات الزراعية على أرض الواقع، وبينزل معايا للفلاح ونبدأ نحل حل جذري على أرض الواقع. الأسمدة كنت بتواصل مع السيد مدير الإدارة اللي هو يعتبر الإدارة الزراعية الأم، بيدي تعليماته للجامعات الزراعية لفك المشكلة في الجمعية الفلانية، وننزل على أرض الواقع وبنحل. كانت الناس في تعاون معانا، تعاون عالي جدا مع المدير الإدارة أو الجامعات الزراعية، لأن المدير الإدارة
او مدير الجمعيه الزراعيه هو فلاح مصري، ابن فلاح، ومشكلته موجوده على ارض الواقع بتتحل ان شاء الله. بتنحل. معانا مكالمه، والنهارده يوم جميل باهل الفلاحين في كل مكان. معايا اخوك وصديقك في مفضل المنازعات العمده صبري عسل. ارحم يا اهلا يا عمده. يا اهلا وسهلا بحضرتك فندم، اخبار حضرتك ايه؟ منور الدنيا يا عمده والله. كل السلام عليك طبعا معالي الباشا، ربنا وانت بالف صحه وسلامه وسعاده. ومعايا الحاج عبد الهادي خليل رئيس لجنه فضل المنازعات بالنقابه العامه للفلاحين، بيقول لك تحياتي والاستاذ يسري يا حبيبي. اهلا بيك يا سيدي حبيبي، تحياتي للجميع والله. ربنا يخليك يا حاج صبري. يعني الدور اللي احنا بنخدم بيه اهلنا في البحيره وشبرا خيط، هو هدف البرنامج بتاعنا ان احنا لابد ننزل لناسنا واهلنا ونوصل رساله الفلاح لكل مكان ونشتغل على الارض فعلا يا حاج صبري. فاحنا دايما عايزينكم متواجدين معانا زي ما بتشتغل في وسط الناس في مشاكلهم في حلولها، دايما عايزين حضرتك معانا والدعم معانا ان شاء الله. بشرف لي يا فندم وعلى دماغي مفروك. يا رب يا حاج صبري. وكلمنا شويه عن اهلنا في البحيره كده، اخبارهم ايه؟ اولا بشكر حضرتك للمداخله، بشكر فريق العمل اللي مع حضرتك، ربنا يخليك، وده شرف عظيم ليا، وربنا يوفقكم يا رب في البرنامج بتاعكم يا رب. ولكن انا هتكلم على الفلاح المصري بصفتي نقيب فلاحين البحيره. على راس والله يخليك فندم، ربنا يخلي حضرتك. طبعا الفلاح المصري هو الوحيد اللي الثوره قامت، ثوره يناير، اشتغل على الارض واشتغل على الارض. سمعنا حضره عمده؟ انا سامع حضرتك يا فندم. معاك يا حبيبي اتفضل. فالفئه الوحيده اللي ما كانش لها اي مطالب فئويه تمام. ومحافظه البحيره 30% من فئه الفلاحين فعلا 30% من الزراعه بتبقى في محافظة البحيرة، والفلاح المصري محتاج ان الدولة ترعاه في حاجات ياما، لان احنا عايشين المشاكل دي مع جمعيات زراعية، مع بنوك، مع ترع ومصارف. الفلاح المصري الوحيد اللي هو ملهوش مستشفى خاصة ترعاه ولا معاشات. أيوة. يعني كده الفلاح المصري واخد حقه يا عمدة ولا ايه؟ لا، الفلاح المصري لسه ما خدش حقه تماما، ولكن املنا وعشمنا في الراجل اللي حاسس بالشعب المصري، الراجل المحترم، الرئيس اللي لبى نداء الوطن. الدوله تبص للفلاح المصري وترعاه طبعا. فانا ما اعرفش انا على الهوا ولا على ايه، لان انا انت معايا مباشر يا عمده، انت معايا مباشر. فأنا بتوجه الأول بالشكر للقيادة السياسية على الخطوات الكبيرة اللي عملتها للشعب المصري، وبقول له فلاحين البحيرة بالكامل بكل فئاتها وبكل أعمارها ورا القيادة السياسية في كل خطوة تاخدها. ولكن بأرجوه وتوسل إليه، أنا عارف إن الأموال دي بتاعت بنوك التنمية، بتاعت ناس داخلة بمبالغ للبنك وتموله، ولكن حرام ان يبقى في فايده على الفلاح في قرض كل 10,000 جنيه. يا حاج صبري يا عمده، ان شاء الله بامر الله وباذنه هنناقش كل القضايا وكل الاقتراحات اللي احنا نقدر نحل بيها. هنخبط ان شاء الله على باب المسؤولين وعلى كل طوائف المجتمع ان احنا نوصل لحلول في خلال برنامجنا. وانا بشكر سعادتك يا حضره العمده على المداخله اللي زودت بينا ديت وعلى راسنا من فوق والله يا حضرتك. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخلي حضرتك يا رب دايما، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. استاذ يسري، دور الشباب في الاستصلاح الرقعه الزراعيه الجديده، المشروع المليون ونص فدان، ازاي نحفز ولادنا ان هم يخرجوا من الريف القديم وان هم يتوسعوا شويه في الرقعه الزراعيه؟ ايه المقومات اللي انا اديها لهم عشان يبتدوا ان هم يخرجوا ويزرعوا الارض؟ مشروع المليون ونص فدان اللي الرئيس اعلن عنه قدم فيه تسهيلات كتيره جدا للشباب. هو بيوفر له الارض وبيوفر له جميع المقومات، سواء الميه او سواء الطرق او سواء كل الطرق اللي بتتعمل دي كلها بتفتح مجالات كتيره للتنميه الزراعيه والتنميه العمرانيه. انا كنت بتكلم مع الحاج عبد الهادي قبل ما نخش هوا، وقال ان عنده مشاريع كتيره جدا خاصه ب
مسألة إصلاح الأراضي للشباب. طبعا. وهو بيعرض كتير من الأراضي اللي هو تم استصلاحها على الشباب إن هم يقدروا يروحوا هناك وياخدوا كل واحد قطعة أرض يحاول يزرعها لأن دي بتقضي بنسبة كبيرة جدا على مسألة البطالة الموجودة. أيوة. إن هي بتعمل تنمية عمرانية جديدة، بتعمل بتزود رقعة الزراعية، رقعة زراعية عندنا دلوقتي حوالي 9.5 مليون فدان، زادت بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، سواء عن طريق 1.5 مليون فدان أو عن طريق بعض المستثمرين وبعض رجال الأعمال وبعض الشباب وبعض الفلاحين وبعض الناس اللي ليها استثمار في الزراعة زي الحاج عبد الهادي وغيره، اللي هم عندهم طموح ان هم يزودوا الأراضي الزراعية، ان هم يفتحوا مجالات للشباب اللي يقدروا يشتغلوا في الصحراء ويقدروا يستزرعوا ويستصلحوا الأراضي للشباب. وبالتالي أعتقد أن الشباب لازم يكون عندهم أمل كبير جدا في المسألة دي، لازم أن هم يدوروا، لازم أن هم يخرجوا من النطاق المدينة والنطاق الضيق للإصلاح الأراضي. إحنا هنستأذن سعادتك وهنخرج بس لفاصل، وإن شاء الله بأمر الله نرجع لكم تاني، واستنوا معانا أهلنا وناسنا الطيبين. ورجعنا لحضراتكم تاني، ناسنا الطيبين وأهلنا الطيبين، الأم الريفية والست الريفية وكل ناسنا الطيبين، رجعنا لحضراتكم تاني وإن شاء الله موجودين على الأرض معاكم في كل مكان. وأنا بوجه رسالة وشكر لأهلي وأهل بلدي، الناس اللي أنا بكن لهم كل احترام، اللي هم دايما داعمين في ظهري، أهل البحيرة كلك وبصفة خاصة كم حمادة وقرية الصواف، أهلي شباب الخير وكل ولاد الخير في البلد، وكل الناس الجميلة اللي عايزة تعمل حاجة لبلدها، احنا معاكم وحننزل ونشتغل شباب الخير والطموح والمناسبات، كل شبابنا الجدعان هنشتغل وحنقول للناس احنا هو في مستوى مركزكم حمادة اللي هم على راسي في اي وقت البرنامج برنامجكم، وحنسيب ارقام التليفونات وحنشتغل على كده. ومنوجه رسالة يا حاج عبد الهادي لكل واحد عضو مجلس الشعب وكل واحد مترشح، ان انت فعلا ده امانة في رقبتك، ودي حاجة الناس ودعتها، شالت الأمانة حطيتها في رقبتك، لازم تشتغل عليها كويس. فتمام، احنا معانا المرأة الريفية والست الجميلة اللي هي لابد حايزة قطاع كتير من حياتنا، معايا الدكتورة أماني وهبة رائدة العمل الاجتماعي وطبيب الخير. أهلا يا دكتور أماني. أهلا بحضرتك وسهلا، أهلا بيكم، منورانا في برنامجنا الناس الطيبة. الله يبارك فيك، طبعا ناس طيبه وزي الفل، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. انت طبعا حضرتك حد غني عن التعريف والله، وانا بمستوى الشخص كلنا بنحمل لك كل الحب والتقدير على اللي انت بتقدميه للسيدات في ريف مصر، ولفيتي حضرتك نجوع مصر وكل المناطق طبيب الخير واشتغلت على الارض. احنا عايزين نوصل لك رساله سلام ورساله شكر لحضرتك، وكلمينا بقى عن المرأة الريفية نعمل لها ايه في الفترة الجاية ان شاء الله. ربنا يبارك لحضرتك طبعا، وشكرا على كل الكلام الجميل، لا انا ما استحقوش. انا شايفة انه اللي احنا بنعمله، اللي انا بعمله او غيري من العاملات، حضرتك تستحق اكتر من كده يا دكتور والله. واجب قومي ووطني، بيفرضوا علينا الانسانية، بيفرضوا علينا الوطن، واحنا في ظهر الوطن ومصرين ان احنا نكون في ظهر القيادة السياسية عشان نقدم اكبر حاجة ممكنة وبمنتهى الإخلاص والحب. عايز استغل المناسبة النهاردة وأقول للسيد الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة، والمبادرات الرئاسية اللي حضرتك عملتها الخاصة بالأرياف والخاصة بكل نجوع وقرى مصر بخير، وقدمت كتير للمرأة الريفية ولكل المواطنين المصريين بشكل عام، مبادرة فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي، مبادرة حياة كريمة، ودلوقتي مبادرة 100 مليون صحة اللي معاها الاعتلال الكلوي واكتشاف الاعتلال الكلوي، ودي كلها حاجات السيد رئيس الحقيقة عملها عشان إيمانا منه بأنه أولا الاكتشاف الأمراض في بدايتها بيوقدها، يعني لو اكتشفنا حد عنده سكر في الاول ممكن ان احنا نستطيع ان احنا نتفادى كل المشاكل الصحيه اللي ممكن، او المضاعفات اللي ممكن تنتج عن مرض السكر، الدم السكري، او امراض الضغط، او السمنه، او الامراض الغير ساريه اللي السيد الرئيس اهتم بيها جدا. والمراه الريفيه زي ما هقول، انا مريت بقوافل طبيه كثيره جدا في حياتي، يعني لو عندنا في الوقت مثلا في البرنامج ساعتين فهقدر اقول كل قافله
كانت في قوات الحلايب وشلاتين وابو رماد. بسم الله ما شاء الله، كنت متابعك جدا يا دكتور والله يعني، والحاج عبد الهادي كلنا. طيب انا من خلال برنامج يا دكتور اماني، انا من خلال برنامج الناس الطيبه، شوفي احنا محتاجه مننا ايه واحنا معاكي فيه في طبيب الخير. طبعا ان شاء الله باذن الله. احنا هنبقى محتاجين بس ان انتوا تعملوا لنا فوكس على بعض القرى، لان انا رحت قرى انا ما كنتش عمري سمعت عنها. يعني رحنا قرى واماكن في اسيوط وفي القليوبيه وبني سويف والغربيه والمنزله والبحيره، اماكن كثيره جدا جدا. طب في رساله، في رساله يا دكتوره اماني من الحاج عبد الهادي خليل من أشمون وأهلنا من المنوفية، بيوصل لك رسالة. الحاج عبد الهادي يعني معانا مرشح في انتخابات مجلس النواب ودايما خادم للفلاحين، فبيوصل لحضرتك رسالة من خلال برنامجنا يعني. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكر معاليكي على المجهودات العالية اللي انت قايمة بيها في جميع المحافظات، ولكن انا بطالب حضرتك النظرة ونزول حضرتك على مركز أشمون محافظة المنوفية، ودي البلد أو المركز أشمون محتاج رعاية أعلى بشوية من الفترة اللي فاتت، لأن أهلنا هناك محتاجين نزول حضرتك ببعض الكوافر الطبية اللي أنت قمت بيها، وإن شاء الله نتواصل معاكي ونقدر نخدم محافظات مصر جميعا إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. اللي حضرتك ما تعرفوش ان فعلا كانت القافله اللي احنا بنوضب لها كانت البحيره اخر حاجه في شهر 2 اللي فات. يا مسهل. بعد كده دخلنا في دوامه الكورونا، وكان دورنا في الكورونا دور عظيم كمؤسسه. طبعا طبعا. كنا كانت القافله اللي بعدها كانت هتكون للمنوفيه، فان شاء الله باذن الله احنا حاطينها في الاعتبار. مرسين حضرتك يعني اثريت ان المكان ده فعلا فيه احتياج، في ناس محتاجانا، واحنا جاهزين لاي مكان يكون محتاج ناس في جمهوريه مصر العربيه. الف الف شكر يا دكتور اماني. ان شاء الله يعني نتواصل كده ونتورينا في البرنامج، واحنا دايما معاكي ووراكي وقدامك ان شاء الله في طبيب الخير، ونتمنى نعمل اي حاجه لاهلنا وناسنا، ناسنا الطيبين. والف الف شكر يا دكتور. حاج عبد الهادي، انا وصلت رساله للنواب اللي عندي، رسالتنا لكم نشتغل على ارض الواقع، نشوف الناس، نبدا صفحه جديده مع الناس. العمليه احنا كلنا اهل وكلنا واحد، نشتغل عشان يبقى في ناس تستاهل الدعم الحقيقي ده، وفي ناس تستاهل ان هي توقف جنبها. فيا حاج عبد الهادي، انا من طلبك من هنا انك توصل رساله لاهلك تبقى ملتزم بيها ان شاء الله بعد ان شاء الله ما تبقى موجود في البرلمان بامر ان شاء الله. انا بقول من نفس المكان لاهلي وناسي واخواتي جميع فئات المجتمع على مستوى مركز أشمون. كنت عملت مؤتمر حاشد كبير جدا في قريتي، حضر فيه أكثر من 10-15 ألف مواطن، مزارع بسيط ورجال أعمال وبعض المرأة اللي كانت موجودة، وطلعت على المنصة وأنا بقول كلمتي في المؤتمر. عهدت ربنا على كتاب الله أكون مخلص وأكون رجل وفي وأدي اللي انطلب مني من نسبة لدوري في مجلس النواب. بما يخص كل مزارع بسيط أو رجل فقير أو المرأة أو الأطفال أو كل فئات المجتمع المنوفي، أنا خادم للجميع وهوفي. وعلى مستوى مصر نائب مجلس عضو مجلس النواب، هو مش عضو مجلس النواب عن مركز، ولكن هو عضو مجلس نواب على الجمهورية. فين ما يمشي قدامه أي مشكلة بتقابله في الطريق، من مفروض يقدم طلب إحاطة للسادة المسؤولين أو مين اللي داخل سؤال. معايا ده بيقولوا لي طبعا عندك مداخلة وحد مصمم. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو عبدو؟ ازيك يا حاج، اخبارك في ورا الدنيا؟ عامل ايه يا حاج؟ منور الشاشه. ربنا يخليك، ده شرف ليا. منور الشاشه يا حبيب، ده كلامك ده شرف ليا ومداخله. مبروك على البرنامج يا رب. حبيب دعواتك، بفضل دعواتك. ربنا يعليك يا حبيب، كمان وكمان. ده ايه المفاجاه الجميله دي؟ ده انا خدام التراب اللي انت بتمشي عليه يا حاج. والله ربنا يوفقك، والله العظيم ده دعواتك وبركه دعواتك ووجودك في حياتي يا رب. يا رب يا رب، انت وكل امهاتنا الطيبين وناسنا ربنا يخليكم لنا
وما يحرمناش منكم يا رب يا حد ان شاء الله. يا رب ما تحرمش مني يا رب يا رب. احلى مفاجاه يا حاج وده شرف لينا. والحاج عبادي بيسلم عليكي وكل الحاج عبادي بيسلم عليكي وكل الناس. يا ربنا يكفك شر اللي ما تقدرش عليه يا نور عيني. يا رب ربنا يخليك. ربنا يخليك الحاج عبادي بيسلم عليك وانت منور الشاشه ومنور الدنيا بحالك. يا رب ربنا لوحده يا حاج ولا مع معايا حاج عبادي؟ بقول لك مش لوحده يا حاج. ربنا يعليك يا حبيبي وسائل الطريق. ربنا يخليك اشكرك يا ام. ربنا يخليك لي. ربنا يكفك شر اللي ما تقدرش عليه. يا رب يا رب يا رب يا رب. الف شكر يا ام ما تحرمش منك كل امهاتنا الطيبين وكل الناس اللي شجت وتعبت وربت ولادها واشتغلت عشان خاطر ولادها. احنا طبعا بننجل لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الشكر وعلى راسنا من فوق. اتفضل يا حاج عبادي معانا خمس دقايق. اتفضل خمس دقايق وجه رساله وهنرجع للاستاذ يوسف. اتفضل. هو اللي انا كنت بقترح عليه بخصوص مركز اشمون وحضرتك الزنتيني هتقدم ايه للفلاح او المزارع البسيط؟ تمام. انا كان عندي اقتراح بسيط قوي، كنت عامل لافته مكتوب عليها مدينه مركز اشمون الجديده في محافظه المن. حلو. انا عايز انقل الفلاح المصري او المستثمر البسيط. تمام. المزارع من الريف الضيق الى الريف الواسع. الله. ده كان اقتراح مني. تمام. وكان من ضمن يعني المخطط او البرنامج بتاعي في الترشيح مجلس النواب ان انا عايز اعمل اوسع الرقعه الزراعيه لمركز اشمون في محافظه المنيا. تمام. وفعلا كان في ارض هناك في محافظه المنيا، ارض واسعه جدا، مساحه كبيره، باسم شركتي والشركاء اللي معايا اللي موجودين عملت عليهم اقتراح ايه المانع ان احنا نقدم هديه لمركز اشمون ونوسع الرقعة الزراعية في مركز أشمون. في برنامجك يا حاج عبادي ده أساسي. أنا عايز وعد منك لأهل أشمون وأهلنا وناسنا في كل مكان، وعد منك في دقيقة كده. أنا بوعدكم أهل بلدي بواحد اتنين. أنا بوعد أهل دايرتي مش أهل بلدي بس. أنا مرشح مركز بالكامل ولكن مش مرشح على قرية شطنوف، ولكن الشكر من المكان ده لقريتي إن هي شرفتني بجميع الشباب والمرأة والرجال والنساء والأطفال. ده شكر لقريتي رفعت وشرفتني وأنا بشكرهم من نفس المكان وبقول لهم إن شاء الله قرية شطنوف هتقدم لمركز أشمون بالكامل بابنها ممثل مجلس النواب الفترة اللي جاية إن شاء الله لو كان لنا نصيب في المجلس. أنا بوعد دائرة مركز أشمون إن شاء الله هكون وفي في كل قسم أنا أقسمته، وكل دقيقة أنا هقضيها لازم أكون خادم للكبير والصغير لدائرة أشمون. ده الوعد. وإن شاء الله هنأدي وهنكون متواجد في جميع القرى عشان أقدم خدمة على أرض الواقع للكبير والصغير في مركز أشمون. إن شاء الله هتيجي حلقة معانا وإنت نائب يا حاج عبهاد وهنقعد نتكلم في الأمور دي. أستاذ يسري معانا أقل من 20 ثانية معلش وقتنا ضيق شويه بس شويه كده معانا حلقات وهننزل نتكلم اكتر من كده. فانت يا باشا رساله كده للشباب الحاج عبهادي واحنا ازاي زي الحاج عبهادي المجال بالظبط ان انا بوعد ناسي واهلي وان احنا نشتغل على كده. فانت رساله لاهلك وحبايبك كده ان شاء الله نحط ايدينا في بعض ونشتغل الفتره الجايه. انا بقى طالب كل الشباب ان هو يحط ايده في ايد الناس المسؤولين ان هو يحاول يخرج من النطاق الضيق ويحاول يبحث عن اي فرصه عمل. لو حد قدم له اي مشروع ان هو يحاول يقبله حتى لو كان ده المشروع ده قليل. للحاج عبهادي او غير الحاج عبد الهادي الموجودين في ان شاء الله في مجلس النواب، الحاج عبهادي بيمثل الفلاحين وبالتالي هيكون اضافه كبيره جدا لفلاحين مصر. الشباب او غير الشباب كل الفئات. بالتالي وجود الحاج عبهادي ان شاء الله في مجلس النواب هيبقى يعتبر اضافه لكل الفلاحين مصر ولكل الشباب ان هو يقدر يوفر لهم ويبقى في حلقه تواصل ما بينهم وما بين اهالي دايرته بحيث ان هو يوصل صوتهم للمجلس النواب ويحاول يحل مشاكلهم ان شاء الله. وكل النواب مسؤوليتهم الاولى حل مشاكل الناس ووجودهم في الدايره بشكل مستمر ان شاء الله. شكرا جزيلا. وطبعا احنا برنامجنا ومعانا برضو كل الدعم لابنائنا وشبابنا من خلال شركه جنه مصر للاستثمار الزراعي والعقاري وكل اللي احنا نقدر نقدمه لهم على ارض الواقع. وانا بوصل رساله حب وكل تقدير لكل ناسنا وكل اهلنا في كل مكان ومعاكم من خلال هنا. هنخبط على كل المسؤولين من خلال برنامجنا مع كل الفلاحين مع كل اطياف المجتمع المصري من خلال برنامجنا ان احنا نشتغل على ارض الواقع، ننزل نقعد على الارض ونحل مشاكلنا اللي موجودة في كل ما يخص الفلاح المصري للشباب للمرأة. أي مشكلة عندنا بوجه رسالة لكل أهلي وناسي وعندي في قرية الصواف
اللي أنا منها. أنا ده برنامجنا كلنا، برنامج المجتمع المصري، عنا على الحقيقة وعنا على حلولها وعنا على كل حاجة، إن احنا إن شاء الله بأمر الله بإذنه نعمل حاجة تليق بينا إن شاء الله بأمر الله بإذنه. ويا رب يا رب الحب اللي في قلبي لكم لكل الناس، والله فريق إعداد البرنامج والبرنامج يا حاج عبادي شغالين على إن احنا إن شاء الله بأمر الله بإذنه دايما نكون إيدينا في إيد بعض، دايما نعمل حاجة تحقق أجل حاجة باسم وصوت الفلاح المصري. بشكركم شكر كبير جدا، ويا رب نكون كنا ضيوف عزاز عليكم، وانتظرونا إن شاء الله كل خميس الساعة 7 بأمر الله مع الناس الطيبة. وألف ألف شكر، ونورتوني وأسعدتوني.